بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله عز وجل اصطفى صفوة من خلقه، اجتباهم ليبلغوا رسالته ويقيموا في الأرض دينه وشريعته، فنالهم ما نالهم من العنة والأذى، ولقد كانت قصصهم عبرة لمن يعتبر. ولما كان الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته من بعده كما قرر أهل الأصول، فلا بد لنا كمسلمين من فقه ما ترتب في حياتهم عليهم السلام من المسائل لنقتدي بها ونهتدي بهديها. لهذا فإننا بإذن الله تعالى وبالتعاون مع إخواننا في قناة طريق الأنبياء سنعرض لكم سلسلة من فقه القصص القرآني، نبدأها بآدم عليه السلام، ثم الخمسة أولي العزم من الرسل في عرض جديد لا يتناول الحدث بحد ذاته، بل يتناول ما يترتب عليه من فقه وأحكام. فكونوا معنا في كل يوم أربعاء بإذن الله تعالى على قناتكم، قناة طريق الأنبياء. المحاضرات ستكون باللغة العربية، ولكن مصحوبة بإذن الله عز وجل بالترجمة إلى السويدية كتابة. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وعلمنا وعلمكم ما ينفعنا، ونفعنا وإياكم بما علمنا، إنه هو العليم الحكيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.